السلام عليكم. يعيشون على خط الاشتباكات تحت معسكر الدفاع الجوي شمال غرب مدينه تعز. معزولين عن العالم محرومين من الاغاثه، لا تصل اليهم المنظمات ولا تهتم لامرهم السلطه المحليه. افراح عباس وحنان الصالح يرويان جانبا من معاناه سكان حي الدفاع الجوي. في الفيلم التالي متابعوا ثم نعود. هذا هذا نهاية الدفاع القوي صح؟ طيب. نهاية الدفاع القوي. قول هي الأخو اثنين قاماته دعسوا على أبوه ناسفة هي الأخو واختي وابن اخي مكانه لقيت لهم قذيفه بس ما همشينا وابن اختي الثاني لقيت له مكانه بالحوض بوادي القاضي يعني احنا من مأسى الأسره هذه تقريبا كنا احنا تسعه محمد 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 قاسم والثاني مكانه احمد سعيد قاسم واختي مكانه بنت ناجي عبد الله عباس وابن اختي مكانه ابن سعيد بقاش هذا اللي, قو... اللي من اسره واحده اما اني اللي قنصل اللي, اللي هنا بداخل تل... اسمه جناب الدومين الدفاع الجوي فهم لكم هنا عندنا خط حطنا لا حيطلع ولا حينزل ولا شافوا انسان غريب يندنوا وسط هاي تبل ان هنا في صح؟ يا اخر مكان للمقاومة. بس هي كان هنا فوق اشتفى القارع. اه. احنا الدومينة مدخل. احنا الجهة هذه مع عابوش سكان خلاص رحلوا كلهم اللي جينا مدخل. لكن احنا بالواد الحا بالواد الحا تقريبا مع أبو 40 نفر اللي احنا معانيين تحت الدفاع منطقه يعني من اسوء المناطق اللي الان تعيشه يعني من قصف الحوثي من المقاومة من الجميع يعني من جميع الاتجاهات الماء طبعا ما يدخل له بصعوبة المناطق هذه الغذاء نفس الكلام ناس ما يحصلوش اللقمة يأكلوها قصة ثلاث أيام أربع أيام ناس معزولين عن العالم كأنهم مش بالعالم هذا نهائيا فكلهم تعايشوا هنا تناقلوا لأن المنطقة يعني منطقة كانت آمنة من قبل قد كان بدي تحيي المنطقة بسبب الكهرباء الطريق كان يعني تشوف هنا منطقة هنا سوق بعد ما قال الحرب على طول انهجرت كأنه يعني كان هنا ناس واختفوا فجأة يعني كأنه حلم رؤيا يعني كان من قبل منطقة يعني مهجورة للأخير وبعدين حياة بوقت محدود تقريبا سنة أو سنتين وبعدين اختفى كل شي يعني كانوا هنا في ناس كثير وبعدين اختفوا يعني احنا دارين ايش سبحان الله كأن احنا كنا في حلم والآن. هذا ثقيلو تجيله بالصدر وهذا ثقيلو بالراس وهذا ثقيلو باليد الحمد لله على كل حال بس لو اصحاب الخير في بهم خير يوفروا اللي احنا الماي لانه ما نسكتش ندخل هنا وقتها لانه ما كان خط نهر ولو قلنا واحد قناص معني نبدي نسعفه للمستشفى الا قدم حقه كله ان كان عمره طويل وصل ان كان عمره قصير فتصلوا بالطريق لو هم في بهم خير يعملوا اللي احنا مستوصف صغير وإحنا شني درب كوادر كنا نعمل الإسعافات الأولية كان حتى أثر الطلقات الشظايا الصغيرة تمزق الحجابات حق البنات وغير إنه كمان مش للحجابات البوالط مرات المرات وقعت قذيفة وهذه كمان كانت من ضمن الشظايا اللي وقعن فوق حق البالطة فوق اللثامات فوق يعني كله كده حصية كده صغير 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 كله إحراق من حق اثر الشظايا بس الحمد لله ما وصلش القسم في ناس عدة ناس رجعوا لبلادهم رجعوا لحقهم البيت بعد ما هربوا ودعسوا على عبوات ناسفة وتنقرت بهم ماتوا الأسرة كلها وأنا خلاص قلت قاني راضي بالحلوة المرة إن كان ربي مريد لي بالعيشة بكرامة قاني ببيتي يعني مش أقدرش عزت نفسي لو سرحت بيت إيجار زوجين يعني رزقه محدود منش ندي لك ثلاثين ألف إيجار ولا عشرين لما كان الحوثيين هنا بنتقوا ونصت قتلة الرصاصة اخترقت المكان هذا وخرجت من الجهة الثانية. طيب ليش ما يخرجوش؟ بسبب انه ما فيش معاهم مصدر داخل محدود اولا ثانيا معاناتهم انهم يعاني عن الجميع يعني من الفقر الزائد. منطقة يعني ده يعني كلهم ما جاوا للمنطقة هذه الا لما كان من الرخص. المكان القصبة هنا يعني كانت رخيص جدا. صاف نبي عادو كان هذيك الايام الدنيا بخير كان يدخل دبابات لا ما يدخلوش دبابات ممنوع لو دخلوا كان اثنين اصحاب الدبابات دا لبس سواكل كان مدام من الجيران عندهم سواكل الله يجزيهم الخير يقو ويشلوا لبس سيكل بس بعض حين البرهيم ما يستلمش يقول لك ايش ضمنا جيب العاقل ايش ضمننا لما مقنوصة قمص يضطر انه يرجع ينسحب ويقول لك هذا ماشي لحسابنا ولا المفروض انه هون يبدوا يسعفوا يعني ويروح روح وبعدين سهلة البيس روح من كل الخروج كله خوف اولا لما يخرج الطالب من المدرسة نكون يا الله يا الله خطر يعدي خلاص الحمد لله مشى اوقات يقنص القنص عليهم نقصنا كذا على قلوبنا اول ما يتجاوز الطفل نقول الحمد لله يعني قد مشى شوف يا ابني احنا احنا متمسكين بعروة الله وانا لما خرجان استودعهان الله واحنا ملتزمين اللهم لك الحمد تتفرج كانت تتفرج الدم يخرج من لقفة من خارج تقول يا رب إن كان هي بنتي رجاء اشترجع علي استودعتك الله وإن كان هي حقك يا رب قاي حقك إيدي ترتعش وأنا أقول أقول أخاطب يدي أقول يدي يا أختي لا ترتعشيش حق الله حق الله مو عشان زيد مش أنقص كانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل الله هو أكبر الله هو أكبر والدم يعثر من لقفة من خارج مع أنت ترجع علي والله خلاص الدم حقني يشفين لا قدرت نزلين ولا لانه خلاص الانسان قلبه كثر يقول لك اكثر الضرب على الراس سبحان الله ها هي بس ما عافش دم نزفين الدم وبعدين أقول لك والله عيال الجيران الله يجزيهم الخير يعني تحوطوا بالسواكل الله يسعف لنا وعملوا وعمل الاوليه روحوا لي بعد صلاه العشاء اول ما نحصل قنصه عندهم نسمع الصوت صراحه امي تخاف عند السكري طبعا خافت المرة الأخيرة على بنتها اسمها ربيعة كنا نقول يا الله تعيش يا الله تعيش كل حين ندعي يعني الحمد لله ما قالوا روحت كنا كل مرة نطمن عليهم يقولوا لنا بخير تجاوزت مرحلة الخطر فأني مستغرب كمان عليهم نفس الكلام هم عايشين نفس ما يعيشوا الناس البقية لما قلنا صوت هي الأم نقول طيب أنت مرة يعني مرحلة يعني ما كان خطر يعني حكم إنك مقابل المدرج اصلا احنا تعودنا سبحان الله من كثر الماساه نشوف ما فيش يوم ما تجزعش علينا فيه بين ماساه حتى لو مش من يعني كله وقع قلب حتى لا مش من بناتي ولا من اسرتي حتى من الجيران اتفرج كم جزع راعي دباب، اقسم لك بالله سمعت الصوت حقه حسيت الاذن حقي الساعه اللي خرج بها مش اقول لك دخان صح لا صحة خلاص أجاء الجيران سعفوا انه قالوا قتلوا بالقلب والحمد لله ربي سبحانه جاي يقول لك كان عباقي ما حيصنطي على الصدر على القلب القناص كان مقايس على قلبه يعني سبحان الله قال فعل كذا تجي له هنا ما تجيش بالقلب ما قتلش بالقلب تماما اول ما اسعف انه يا اخي خذ علبه الاسعافات من كثرة ما هو خايف على القنصة عين يعني تشتاف ايش عمل حط قطن على قطن هنا عشان ما ينزفش كثير الرجال وصل النول لا الحمد لله يمشي بس بحاجات بسيطة هنا من الجيران كمان نفس الكلام يعني اي واحد واحدة كمان نفس الكلام قنصت من القارع تحملنا المقاومة تحمل عندنا احنا اسمي جوهرة نحن جينا ربطنا له عملنا إسعافات المستشفى الحمد لله حياة الحمد لله يعني نادرا ما نقدر نلحق الحالات نادرا وحالات ما نقدرش نوصل له يعني أما إنه يكون في خطورة علينا لما نقدم ومرة يكون مش نكون مش موجودين بالبيت نحنا معانا أيوه نحن معانا إسعافات أولية في البيت حتى هنا في معاهم كمان إسعافات أولية بالبيت. الحمد لله يعني بدينا يعني ندرب المناطق هذه في حصل يعني كادر يعني اسعافات اوليه فقط لما يروح بناتنا المدارس القنص والله وقع له فوق ده احنا يعني اربع سنين احنا ندخلهم بالمدرسه بالرغم من الدنيا حرب بس عندها ندرس اللهم لك الحمد يسرحان يدرسان قال اقول لك والله ان نتفرق الرصاص يكون نزيد زطر وحين هذا حق هنا بثر الشضايا محرق حق الحقاب مكاوشات معي واحده صف ثاني ثانوي واحده بصف ثاني اعدادي واحدة برابع واحدة صف أول دحين ما أهمش الكبار الكبار يا أف... إجرين ف... ف... أهم اللي عاد بصف أول نمو ما يعملوا اللي إحناش مدارس قريب دول الدنيا سدح مدح يكشحوا بس لقوا بهم أنا على ما ساكن هنا مروح لك إنه خمسة عشر سنة هذه خمسة عشر سنة وإحنا عايشين هنا على ما جينا لا مدارس ولا شيء الله بدو اللي إحنا الطريق طرح الحرب هذه والمشاكل لا في مدارس ولا في عملوا معاهد ولا عملوا يعني زيدوا زي مثلا زي ما الطرق ولا دخلوا ماء يا الله دخلوا الكهرباء وذيها قبسقوا لنا وكل كل بجهة المنظمات للآن ما نلتفت ليش نتكلم كأن احنا نتكلم مع قدر ما حتى السلطة المحلية لما نجي نقول لهم يقول انتم تتبعوا التعزية بدنا نرفع لكم نظام الغذاء العالمي ونقول لهم بننقل معاناتكم للبرنامج الغذاء العالمي وعملوا ورقة وقعنا عملوا كل شيء بس الى الان لم نرى اي ظهور لاي منظمات الجمعيه بعض اوقات تجيب مئة حاله بعض اوقات نسلم بعض الناس اوقات يعني مش كل الاوقات تجي يعني تخيل من سبع 700 حاله يجيب لك مئة حاله ولا 200 حاله الوالدة تدخل بصعوبه عندنا نحاول ان احنا نجي المال احنا تقريبا احنا ثلاثة اسابيع الى الان ما فيش معانا ولا قطره ما داخل البيت ناقل ناقله من اماكن بعيده هذا اولا بسبب الجفاف المطر ما فيش الخزانات حقنا كلهم تي من القنص تفتحوا فتحات يعني ما مو كلك يعني كيف نوصف لك في وحده من الجمعيات جابت خزان عند البيت عملناه بمكان امن المكان الامن هذا على اساس انه توصل له اسمه الخزان الوايت المال اللي هو كوثر الان ما فيش معي دعم تقريبا له شهرين كنت اقول ما فيش دعم معانا ما بقدرش انجيكم معاه. عاد كان يغطي يعني من احتياجات المواطنين، كان يجيب لهم دبه دبه مع كوثر حالي، يعني جزاه الله الف خير يعني عملت يعني عمل بس الان وقف للأخير الاخير ما حالهم. أنا اوجه رساله لهم انهم يلتفتوا المنطقة هذه، من ناحيه الاغاثات، من ناحيه الماء، من ناحيه انهم يعني يلتفتوا إنه يقولوا في ناس عايشين بالمنطقه هذه، يعني هم الان منكرين انه في المكان هذا انه في حد عايش. لما نجي نقول لهم قالوا مستحيل. ناس يعيشوا بالكمية هذه مستحيل. قالوا طيب يا جماعة انزلوا شوفوا يعني شوفوا انتم انفسكم. يعني كل ما ينزل اي حد يقول غريب المكان مكتظ بالسكان هم مش دارين. يقولوا انه ما فيش حد. يخرج واحد ينزح يقول ما فيش حد عد بالمنطقة. يعني الناس كلهم نزحوا. مع أنه الناس كلهم متواجدين. فانا لهم الرسالة هذه يقول لهم التفتوا لهذه المنطقة. اعطوها آه جانب صحي. آه ماء مياه. نفس الكلام احنا محتاجين للماء محتاجين للصحه محتاجين كمان للإغاثات ان توصل للمنطقه هذه نسال الله ودعونا ربي يشل هذه الغمه على البلاد والعباد علينا جميعا كل احنا معانين اصحاب اليمن مش اللي احنا بس بس احنا هنا مكان خط احمر لا حايق ما يدخل ولا حايق يدخل زم... للمدنيين الحق في الامان على انفسهم واطفالهم في مناطق سكنهم والحق في المرور الامن بين احيائهم السكنيه والوصول الى مناطق الخدمات التي يحتاجون اليها من مدارس ومشاف دون ان يعترض طريقهم احد وللعالقين في مناطق الحرب الحق في تحييد مناطق سكنهم وفتح الممرات الامنه لمن يرغب في النزوح منهم وتوفير مناطق آمنة لنزوحهم في حال إعلان مناطق سكنهم كمسرح عمليات قتالية. وإضافة إلى ذلك لهم الحق في الحصول على المساعدات الكافية والإغاثة. ولكن للأسف وكما شاهدنا قبل قليل ما نعايشه أيضا من مآسٍ وآلام فإن الواقع يقول إن الملايين من اليمنيين محرومون من جل حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين والمعاهدات الدولية. ينضم الينا لنقاش هذه الحاله المحامي والناشط الحقوقي خالد سنان من مدينه تعز، مرحبا بك سيد خالد. اهلا وسهلا. سيد خالد شاهدنا قبل قليل شهاده بعض سكان حي الدفاع الجوي في مدينه تعز وقالت احدى المتحدثات في الفيلم ان كثيرا من السكان نزحوا من الحي، هل هناك اي احصائيه لعدد النزوح من هذا الحي؟ طبعا اقدر اعرج اولا قليلا عن المنطقه تفضل طبعا هي الذي تقبع في الجهه الغربيه هي الذي تقبع في الجهه الغربيه من محافظه تعز وتعتبر البوابه للمحافظه المدينة غربية. تقصد طبعا المنطقه كبيره لمدينه تعز نعم المنطقه كبيره وفيها تقريبا عدد 1500 اسره فيها نعم. تحتوي على عده مناطق متعدده من ضمنها منطقه الدفاع الجوي منطقه عنصوا منطقه الدمينه السحبين الكويز آه، عده مناطق طبعا هي تعتبر محل صراع يعني في مكان الصراع الذي بين الاطراف آه، في نزوح طبعا نزوح ما يقارب تقريبا من 180 الى 200 اسره من المنطقة. اجمالي 1500 اسره نزحوا خارج المنطقه تماما هي 1500 اسره، عدد سكان المنطقه ما يقارب 1500 اسره نعم. متوزعه على هذه المناطق النزوح نزح نزح من هذه المناطق ما يقارب 180 الى 200 اسره هذا حسب الاحصائيات الاخيره وما زال ما زال في نزوح مم. لحد الان ما زالت المعارك والحرب متواجده حتى حتى يومنا هذا يعني نعم. طبعا في هناك نزوح الى خارج المنطقه وفي منهم نزوح جزئي الى الى المناطق الخارجه من خط التماس نعم لذلك نقدر نقول انه ما زال هناك الكثير من الساكنين في المنطقه ما يقارب 1000 ألف الى 1380 ألف اسره متواجدين يعني الموجودين داخل الحي اللي داخل المنطقه هذه منطقه الدفاع القوي نعم ما هي أهم أوجه معاناة هؤلاء الذين بقيوا في هذا الحي؟ لو لو نستطيع أن نحصر أوجه المعاناة فهي كثيرة. أولا بحكم وجودهم في منطقة الصراع. نعم. من ناحية الأمن، من الناحية الأمنية طبعا هم في محل صراع يعانون يوميا من الجراح ومن القتل ومن القذائف التي تتساقط عليهم ليلا ونهارا يعني من ناحية هذه طبعا اكاد اقول لك صفر يعني صحيح ثانيا الناحيه الاغاثيه، الناحيه الاغاثيه انا لا ادري ولا اعلم لماذا الجهات الرسميه في المحافظه واللجنه الفرعيه الاغاثيه لا تنظر الى هذه المنطقه ابدا رغم انهم بامس الحاجه بامس الحاجه للاغاثات. شرحت احدى المتحدثات آه. ما فيش سيد خالد شرحت احدى المتحدثات ان ان المسؤولين ينكرون ان هناك سكان في هذه المنطقه ويجادلون يعني يجادلون في ان في في ان الموجودين حتى يستحقون يعني الالتفات اليهم لانه لا يعقل ان يكونوا باعداد كبيره، كيف يمكن ان ان نوضح هذه الحاله؟ المشكله المشكله يا سيدي انهم لم يتعشموا حتى بزياره المنطقه ورغم انها الدرع الدرع للمدينة وأبناء هذه المنطقة هم الدفاع هم يعرفوا أنهم شهداء يعرفوا أبناء المنطقة عندما يكونوا شهداء أما عند الإغاثة عند الأشياء الذي صالح المنطقة لا نشاهدهم أبدا نعم. آه ماذا عن الجرحى ما دام هناك شهداء فأكيد أن هناك عدد أكبر من الجرحى كيف تتعاملون معهم أنتم أبناء هذه الأحياء حاولوا لو سمحت لو سمحت لو سمحت, لو سمحت لاحظك احاول اخلص من الناحيه الصحيه ما زال يعاني من الناحيه الصحيه السؤال الاول تفضل تفضل ما زال هناك من الناحيه الصحيه لا يوجد غير مركز وهذا هو و... في, غير في غير هذا الاطار يعني هم ايضا ضمن ال... الوضع الصحي في هذا المركز واحد يا, سي... يا سيدي مركز واحد يؤدي دوامه في الصباح يقتصر على بعض المعاينه وتطعيم الاطفال احنا في هذه المنطقه احيانا واغلب الجراح والاصابات احيانا من من المغرب حتى اخر الليل لانه اكثر الاشتباكات تقع الجراح تقع احيانا الجرح لا نستطيع ان نتحرك ولا نسعف حتى الجريح الى خارج المنطقه كون نعم. القناصين يتمركزون في التباب نعم. ها يتمركزون في التباب لا نستطيع حتى نحرك سياره احيانا ينزف علينا الجريح المدني في البيوت لا نستطيع الحركه نعم ومن ناحيه من رابعا من ناحيه المياه الشرب لا يوجد شرب ولا يوجد حتى للدوله اي لمسات في المنطقه استطيع اقول لك ان احنا نتعشم يعني ونشكر قناه بلقيس صور ان نزلت الى المنطقه تتلامس هموم الناس. بالنسبه للسؤال الذي قلت عن الجرحى في طبعا انا اقدر اعطي لك احصائيه اخذناها من طبعا من مركز شرطه الشهيد الحكيم في المنطقه هناك من خلال من عام 2016 شهر ثلاثه حتى يومنا هذا تقريبا 42 حاله وفاه من المدنيين اغلبهم اطفال ونساء وبالنسبه للجرحى ما يقارب من 50 او 51 وما زال في ازدياد يعني وهناك مكان من المنازل التي تم تدميرها نهائيا بقذائف تقريبا 13 منزل هذه احصائيه يعني تشمل الجرحى مع الوفيات مع بعض الاموال نعم آه نعود الى موضوع الاغاثه ماذا عن المنظمات اذا كانت السلطات المحليه يعني تنكر او آه يعني تتجاهل وجود هذا الكم الكبير من السكان في هذه الاحياء في حي الدفاع آه الجوي تحديدا ماذا عن المنظمات الاغاثيه؟ استطيع اقول لك نحن طرقنا ابوابهم كثير. تعبنا واحنا نطرق الابواب. قدمنا الكشوفات. طرقنا الابواب وصلنا الى السلطه المحليه الى اللجنه الفرعيه للاغاثه. للاغاثه. هذه كشوفاتنا تعشموا انزلوا تعشموا انزلوا اقل شيء الى الواقع. تعبنا وعود شبعنا وعود. امتلأت الأدراج عندهم بالكشوفات عام قبل عام نزل الصليب الأحمر فقط لا غير تم تسجيل المنطقة من قبل الصليب الأحمر فطبعا تم توزيع ثلاث سلال من قبل الصليب الأحمر طبعا بعد حادثة مقتل إحدى أعضاء الصليب الأحمر توقفت ومن بعد الصليب الأحمر انتهت ثانيا يعني نحن نأمل نأمل أن يتعشموا وينظروا إلينا يعني لن نيأس نعم هل هناك أي إجراءات تعتقدون أن قيامكم بها قد يلفت الأنظار إلى معاناتكم؟ والله هناك إجراءات كثيرة هناك إجراءات كثيرة ومن خلال متابعتنا ومن خلال نهمنا والمتابعة في الجهات الرسمية للسلطة المحلية لكن أنا أعطيك بعض الأشياء والأعذار الذين نتلقاها منهم تفضل احيانا يقولوا لنا ان هذه المنطقه ان هذه المنطقه تتبع مديريه التعزيه مم. طبعا هذه المنطقه هي الجزء الوحيد من مديريه التعزيه الذي يخضع للمناطق الشرعيه مم. طيب نقول لهم أعطونا حصه حتى من الاغاثه نقابل الرد انه انتم اغاثتكم تاتي الى المناطق الذي طبعا تحت سيطره الحوثيين طيب ماذا يعني هل انا في اغاثتنا كمديريه من الحوثيين مستحيل، نحن نتبع المناطق الشرعية. اعملوا أقل شيء نريد منكم حصة لهذه المنطقة. صحيح. العذر صح. الثاني، كل ما كل شافوا هذا الكلام مقنع، أعطونا عذر ثاني، إن مناطقكم غير آمنة، ولا تستطيع اللجان النزول إلى المنطقة. يقرأ إنها غير آمنة وإنه قد يعني يصاب بعض من يقوموا بالنزول الميداني. للأمانة نحن يئسنا. اذا فليعتمدوا في امل اذا كانت المناطق غير غير امنه فليعتمدوا الكشوف التي ترفعونها انتم الصور الفوتوغرافيه الاثباتات اللازمه اعتمدوا ان تعبنا وبرغم يا سيدي انه عندهم الصليب الاحمر مسح المنطقه بشكل تام ومسح كان ممتاز جدا ووزع وزع ثلاثه يمكن ممكن يعتمدوا كشف الصليب الاحمر صحيح كفى صحيح يعني لماذا لم يعتمدوا هذا الكشف؟ لا لا ندري هذا الذي محيرنا يعني تماما نعم لماذا لا يعتمدوا كشف الصليب الاحمر فقط؟ نحن راضين نرفع نرفع واياكم هذا السؤال الى السلطات المحليه بمحافظه تعز عسى ان نجد اجابه. سيد خالد ما هي ابرز القصص التي اطلعت عليها انت من إن معاناه سكان هذا الحي؟ والتي عايشتها بشكل شخصي. والله المنع أ... 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 الذي عشنا على الواقع والله المعاناة كثيرة أولاً وقوعهم في مكان الصراع وقوعهم في مكان الصراع هذه أبرز مشكلة يعني ما لا يكاد يوم واحد إلا وتشاهد الدماء تشاهد الإصابات تشاهد الشهيد تشاهد يعني القذائف tra... تنهال على المنطقة هذا صراع حتى أكاد أقول لك إن إحنا يعني ننام الليل الاطفال لا ينامون، لان غالبا اكثر الاوقات الاشتباكات يعني ليلا الناس عدا في قريح كما قلت لك تحزن انك لا تستطيع ان تسعفه وتخرجه في الليل في نفس الوقت. الشيء الثاني التعليم، التعليم لا يوجد مدرسه واحده حكوميه، مدرسه واحده حكوميه على قدر عدد السكان في المنطقه لا يوجد. يزحف ابناء هذه المناطق الى الدراسه في المناطق خلفيه ورغم نحن على تخوف تام على اولادنا من القناصين الذي يعتلوا التباب لانه كم من طفل راح شهيد بسبب القناص نعم وتظل قلوبنا معلقه على اطفالنا وهم يذهبون الى مناطق بعيده للدراسه. لماذا لماذا بقي هذا العدد الكبير من السكان في الحي في ظل هذه المخاطر؟ لماذا لا يفكرون بالنزوح الى مناطق اكثر امنا؟ انت 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 تعرف اصبحت اصبح النزوح متعب. جدا للامانه كما نشاهد في بعض الناس في بعض المناطق بين الامطار وبين في الخيام في اصبح الانسان يقول لك انا في بيتي سافضل في بيتي حياه او موت يعني راضي بما قسم الله لي نعم لذلك تجد اغلب الناس ظلوا في بيوتهم حافظ العنوان يقول لك ما كتبه الله سبحانه وتعالى باخذه اخذه موت او حياه كمحامي سيد خالد من يتحمل مسؤوليه هذا الوضع بدرجه اساسيه؟ مسؤوليه تعويض الناس مسؤوليه حمايه والله تتحمل هذا طبعا احنا تتحمل هذا الوضع اولا السلطه المحليه في المحافظه لابد ان يكون لها الدور الابرز الاكبر بالاطلاع ومتابعه هؤلاء الساكنين واحتياجات هؤلاء الناس هذا بالدور الاول السلطه المحليه هذا الدور الاول لازم ان تاخذ بما بما هو عليه اصلا <applause> ثانيا نحن كذلك نحمل اللجنه الفرعيه في المحافظه في المحافظه في الاغاثه طبعا ان تقوم بالمسؤوليه ويتقوا الله في انفسهم ان ينظروا الى هذه المنطقه بعين الرحمه اقل شيء بعين الرحمه <applause> يعطوهم ما ما ياخذ اخوانهم في المناطق البقيه يعني لذلك من الحرام والله من الظلم ان ياتي ان ان الاغاثات الى المناطق الحدوديه لهم القاطع بينهم خط الثلاثين يعني بشكل متواصل وهم اللي في خط التماس محرومون بشكل تمام هل تفكرون سيد خالد باي اجراءات؟ سيد خالد هل تفكرون بطرق باب القضاء؟ والله والله لا ما زلنا متعشمين ما زلنا لما, يعني لما, لما لا تلجؤون للقضاء والى القانون وانت رجل قانون يعني؟ سنح... احنا 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 سناخذ هذه الفرصه ما ان قد تطرقت قناه بلقيس ورفعت شكوى ورفعنا شكوانا طبعا بشكل مباشر اذا لم يتم الاستجابه سنتطرق للقضاء هل من رساله اخيره توجهها خلال هذا هذه الفرصه وهذه السانحه رساله اوجهها للسلطه المحليه ان يتقوا الله ويقوموا بواجبهم المناط اليهم وملامسه احتياجات الناس في هذه المنطقه من كل احتياجات الحياه. نعم. من التعليم، صحه، اغاثه آه، كل 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 التزامات الحياه لهذوم الناس. هذا ابرز مشكله. يعني نعم. ثالثا كما قلنا للجنه الفرعيه للاغاثه القيام بمهامه والاطلاع على أحوال الناس واعطائهم الحصه كما كما يعطى بقيه ابناء هذه المحافظه. نعم. هل انتهت الرسالة؟ انتهت الرسالة. سيد خالد شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي كنت معي من مدينة تعز وطرحت كل هذه الايضاحات نامل ايضا من الزملاء في وسائل الاعلام المختلفة التركيز على هذه المنطقة وكشف معاناة اهلها. مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب حنان الصالحي وأفراح عباس وسكان حي الدفاع الجوي بمدينة تعز تم الرصد في أمان الله